فتاة بلحية تتحول إلى عارضة أزياء. أرخت امرأة بريطانية في 23 من العمر تعمل معلمة مساعدة في مدرسة ابتدائية لحيتها، وقالت أنها جعلتها تشعر بأنوثة أكبر. وقالت صحيفة بريطانية إن هارنام كور تعاني من متلازمة المبيض المتعدد الأكياس، والذي يسبب مستويات عالية من نمو الشعر، حيث بدأ الشعر ينمو في وجهها منذ أن كان عمرها 11 عاما فقط، وسرعان ما امتد إلى صدرها وذراعيها، مما جعلها تقع ضحية التهكم في المدرسة والشارع، حتى أنها تلقت تهديدات بالقتل من غرباء على شبكة الإنترنت. وأضافت أن هارنام قررت التوقف عن إزالة الشعر من وجهها وجسدها بعد تعميدها كأحد أتباع ديانة السيخ التي تحظر قص شعر الجسم، لكنها شعرت بالخجل من لحيتها خلال سنوات مراهقتها، وكانت تقوم بإزالتها بالشمع مرتين في الأسبوع وباستخدام معجون وشفرة الحلاقة كما يفعل الرجال. وأشارت الصحيفة إلى أن الشعر أصبح أكثر كثافة وانتشارا في وجه هارنام وجسدها، مما جعلها ترفض الخروج من المنزل وتفكر بالانتحار، لكنها قررت لاحقا إرخاء لحيتها وترك الشعر ينمو على صدرها. ونسبت إلى المرأة قولها إنها لا تفكر بإزالة شعر وجهها لأن الله خلقها كذلك وهي راضية، وتشعر الآن بأن اللحية جعلتها أكثر أنوثة وجاذبية، وتعلمت أن تحب نفسها وتتجاهل تعليقات الآخرين. وأضافت هارنام أن التعليقات روعتها من قبل، وكانوا يسمونها في المدرسة الفتاة الملتحية، ويطلقون عليها نعوتا أخرى مثل المسترجلة، وهي تضحك على ذلك الآن بعدما أثرت عليها بشكل سيء وجعلتها تفكر بالانتحار. وأشارت الصحيفة إلى أن ثقة هارنام بنفسها ازدادت بشكل كبير منذ تعيينها معلمة مساعدة في مدرسة ابتدائية محلية للسيخ. هذا وتم تقديم كور كأول امرأة ملتحية في التاريخ تعرض تصميمات أشهر مصممي المجوهرات والأزياء خلال عرض ماريانا هاروتونيان رويال فاشن داي، ما سبب حالة من الصدمة والمفاجأة بين الحضور. وقالت كور على صفحتها الشخصية على إنستغرام إنها نشأت على مشاهدة برامج عارضي الأزياء، لكنها كانت تتعرض لمضايقات وسخرية من شكلها ورغبتها في أن تصبح عارضة أزياء، إلا أنها محظوظة لتحقيق حلمها في النهاية.